الحقيقة بهني كل طلاب كل الخريجين والخريجات، وبهني قبليهم الحقيقة أولياء أمورهم اللي تعبوا والنهاردة بيشوفوا ثمرة كفاحهم وجهاتهم مع أولادهم وتفوقهم. فهنيئة للجميع بهذا اليوم التاريخي، وأتمنى لهم إن شاء الله حياة مستقبلية بعد الجامعة، حياة جيدة ممتازة موفقين فيها بإذن الله تعالى. أهم حاجة إن هم يجتهدوا كما كانوا من قبل وكما علمناهم في كلية الحقوق، وأن يحافظوا على ما تعلموه، وأن يعلموا جيدا أن ما تعلموه في كلية الحقوق هو الأساس وليس العكس، وبالتالي دورهم في الإصلاح جيد جدا، لابد أن يعوه، لابد أن يحفظوه. إن شاء الله ربنا يوفقهم وكل مستقبل باهر إن شاء الله. النهاردة بنحتفل تقريبا بمرور 150 سنة على إنشائها. كانت إنشأت في البداية كأقدم مدرسة للألسن في جمهورية مصر العربية. عرقت كلية الحقوق أقدم من جامعة القاهرة ذاتها، لأن النهاردة 150 سنة من 1868 تقريبا. طبعا تطورت كلية الحقوق لحد النهاردة بنشهد فيه طبعا زي ما حضرتك شايفة على الجدران هنا العمداء الأجانب اللي كانوا تولوا عمادة كلية الحقوق، وأساتذتنا العظماء الأفاضل اللي تولوا قيادتها في فترات تاريخية عصيبة، إلى أن وصلنا اليوم لأن كلية الحقوق أصبح لديها قسم للغة العربية مستقل، قسم اللغة الدراسة باللغة الإنجليزية مستقل، قسم اللغة الفرنسية أيضا مستقل. فطبعا وخريجو جامعة القاهرة طبعا متميزين بفضل أساتذتهم وفضل علمائهم اللي يعني ما زال عطاهم مستمر حتى هذه اللحظة. طبعا الخريجين النهاردة بدأ قدامهم مرحلة تانية يفكروا في مستقبلهم، طبعا على حسب تقدير كل واحد وعلى حسب اجتهاد كل واحد. الهيئات القضائية أبوابها مفتوحة للخريجين والخريجات. طبعا الحقيقة الفرص في العام في الهيئات القضائية عندنا أكثر من هيئة وأكثر من جهة قضائية، عندنا مجلس الدولة، عندنا النيابة العامة، عندنا النيابة الإدارية، عندنا هيئة قضايا الدولة، عندنا مسميات كثيرة، عندنا العمل في وزارة الخارجية، العمل أيضا في الإعلام. خريج الحقوق ما فيش يعني زي ما بيقولوا أي مشروع أو أي هدف ممكن يبعد عن كلية الحقوق، لأنه الأساس في خريج الحقوق أنه هو ضبط المجتمع وبيدرس قوانين، فبالتالي كل المشروعات في الدولة محتاجاه، كل الشؤون القانونية في كل جهة محتاجاه. المحاماه طبعا كمهنة حرة مستقلة المفروض أنه ممكن يمارسها إذا حبها، لكن زي ما بيقول لازم يحبها عشان يمارسها ويثق في أنه يعني فرد بيساهم في تحقيق العدالة فممكن يحقق فيها نجاحات. وبلاش يعني زي ما بيقول نبرة اليأس اللي عند البعض من الخريجين كتير والخريجات وما فيش شغل. كل واحد عليه أن يجتهد، الأبواب مفتوحة، فقط عليك أن تجتهد لتلقى ما تريد إن شاء الله وتحققه إن شاء الله.